حتى ولو أنه عيد وكما تعودنا في استوديو صباح لدينا فقرة قارة وفقرة أصبحتم تطلبونها دائما هي فقرة ألف صحة مع زميلتي أسماء لوناس. أسماء صباح الخير وصحة عيدك. الله يسلمك أسماء زميلتي أحمد. نعم صباح الخير لوناس ليليا لوناس. صباح الخير صحة عيدك زميلتي أسماء. نعم. أسماء علاش قلت أسماء لوناس؟ يا زميلتي أسماء لوناس في التلفزيون الجزائري نوجه لها تحية لهذا أخطأت. زميلتي أسماء زلمان صباح الخير صباح صحة عيدك. عندنا اليوم ألف صحة. نعم ألف صحة ونقول صباح الخير صحة عيدك دكتور فتحي بن أشن هو طبيب الفقرة مع الدكتور بن أشن هو أيضا آسيا فضيل الصحفية ومقدمة برامج بالإذاعة البهجة. مرحبا بك آسيا منشطة في إذاعة البهجة. صباح الخير صح عيدك. عيد مبارك لكم لكل المشاهدين اللي راهم يشاهدوا فينا على قناة جزائر تي في. نشكر فرقة جزائر تي في على هذه الدعوة. أكيد كاين ناس دوكا راهم يديروا لا ليزون بين الصوت وبين الصورة هكا دكتور. والآن كاين الاكتشافات جدد ما بقاتش البصمات والسينياتور بقات بالصوت غير تكلم كورد فوكال كما هي ما كاش اللي عفوها ويسي غبتغابل. مرحبا بك أسيا. أهلا سيد أحمد. الله يسلمك. يلا أسماء نبداو نفصلوا في الموضوع تاع اليوم. نعم نتمنى قبل ذلك أن يملأ الله عز وجل بيت كل جزائري بالسعادة وأن يزيل ويفك كرب كل مريض، أن يشفي جميع المرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. موضوع اليوم لا يحتاج زميلي سيد أحمد إلى تقديم. فالكثير من الجزائريين يعانون من مشاكل صحية على مستوى الهضم نظرا لأكلهم الكثير في النحل الآن. نعم كيف لهذا الشخص البهجة
إذن نعتذر عن هذا الخلل. كنا مع زميلتي أسماء نتحدث على الأكل بسرعة. زميلتي أسماء كنت وجهتي سؤال للدكتور بنا شنهور. نعم دكتور، ربما الكثير منا أنا في أيام عيد يستعجلوا في الأكل باش يروحوا للزيارات، زيارة الأقارب، ربما الأكل السريع دكتور يمنع، ما يمنحش المعدة ربما الوقت اللازم باش تفز الهرمونات أو العصارة الهاضمة باش تفكك الأكل. راكي تسيبي تبرير لهذو اللي ياكلوا بسرعة بيروحوا زعما يزوروا، لا هذه عادة سيئة. نعم. الإنسان مقت ياكل بالأخص درك اليوم الصباح الآخر الكبدة القلب، وصدقيني جانا واحد خطرة في الإسعافات واحد حسبنا عنده سقطة قلبية وهي والو، كي كنا زعما الإنعاش نفرطنوا فيه ناض وحده يجري للافابو ورجع كلش. والله العظيم هذه عمري ما انساها، عند 10 سنين رجع الطرف هكا تاع اللحم الطرف كومبلي. انا كيش تخرج وليت نقول هذا كيف تخل كيف مدغو كيف يعني، والله للان انا ثابت عليه. الاكل السريع ماشي في غير في العيد ولا في رمضان ولا، هذه ثقافه. هذه واش يصاب بالضبط في المعده؟ الور فهمي مي، كاين جهاز الهضمي، ها هي وين لازم اناني نركز. كاين جهاز الهضمي، بنعطي مثال اللي نفهمه في الجزائر، هي السياره. السياره ماشي كتر راكي مشغوله ولا راكي تدخلي مسطح وتنوضي منها وتعبزي منها، لا كاين نظام كاين تسلسل بعض العمليات. نفس الشيء احنا الجهاز الهضمي يبدا بالشوارب، يبدا باللحم السنان، بعمليه ربما عمليه المضغ. المضغ على عمليه المضغ كاين في نفس الوقت كاين التفل، كاين الصليب يقولوا لها، كاين التفل هي اللي تلين ربما الاكل وتسمح راك عارفه مثلا السنان القوه الضغط ترحي هذاك اللحم قوه كبيره. اذا تفوت هذه المرحله ونعاود نولي للسياره، مثلا انت قبل ما ديري الكونتاكت حبي تقلعي مانيش عارف كيف ما تمشيش، ولهنايا وعندنا المعده بمعنى الكلمه معده. معده راهي هكا خفيفه هكا خفيفه، ولكن المضغ يسهل لها الدور تاعها المهمه تاعها. ماشي المضغ انت خمي حاجه هكذا تهبط تطيح يابسه راكي حتى من بعد يقول لك عندي السطر في الكرشي مانيش تنفخت توسى، يعني راكي تشوفي بان واش لازم نفهمه كاين نظام لازم يتبع مراحل بفضل الله. الله هو اللي خلق جهاز الهضمي، جهاز المرحلة الأولى الجزء الثانية الجزء الثالثة، إذا ما تحترم إذا ما احترمت مرحلة راح تشكل تخلص خطر عليك. تخلص دكتور فقط مدام رانا في عيد كان اتصالات راهي تلحقنا، ناخذ اتصال مرحبا. من عند تخيلي من عند شكون زميلتي أسماء؟ زميلة طارق رجومة من كندا. أهلا. يتصل بنا من كندا. طارق صباح الخير، صحة عيدك كل عام وانت بخير. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. صباحكم مبارك ان شاء الله. شكرا جزيلا طارق. طارق كيفاش حال العيد هناك في كندا؟ على كل حال الساعه مازالها الساعه 6 صباحا. نعم. الصلاه في حدود الساعه 7 إلى 7:30، يعني مازال على الاقل ساعه الى ساعه ونص. الحمد لله الطقس راهي 8 درجات 8 درجات بارد. نعم طارق لا الحمد لله الجو مشمس على شروق الشمس. طارق معك أسماء. طارق صحة عيدك ما شاء الله. عيدك مبارك إن شاء الله. وش راك طارق لاباس؟ الحمد لله إن شاء الله. العام الجاي إن شاء الله تعيدي وأنت في بيتك بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. طارق فقط ذبحت ولا مازال ما ذبحتش؟ أي 6 الصباح. لا أنا خدام، أنا خدام ما نقدرش نذبح، مازال ما ذبحتش، ما ذبحتش اليوم أنا. يلا طارق نغتنم الفرصة نخليك تقدم تهانيك لكل عائلتك هنا في الجزائر، تفضل طارق. إن شاء الله. إن شاء الله عيد مبارك إن شاء الله أولا وقبل كل شيء لكل الشعب الجزائري في كل أقطار العالم وخاصة في الجزائر. ربي يعيدوا علينا إن شاء الله بالخير اليوم والبركات، ربي يعفو علينا ويحفظنا بلدنا إن شاء الله وأهلنا إن شاء الله. وراي عندك تحية خالصة من عند أسامة المخرج ويسأل عليك. ربي يحفظه حتى سونيا يتسأل عليك.
شكرا جزيلا لك طارق، تركت لنا فراغا مهيبا عندنا هنا في قاعة تحرير، إن شاء الله ربي يوفقك في كل أعمالك. بارك الله فيك طارق، جزاكم الله كل خير إن شاء الله، وربي يعلم أنتم تاني عزاز علينا كثير، وفراغ رهيب كثير نعيش وانا تاني هنا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، هذه أرزاق، هذه أرزاق، وربي إن شاء الله ما ينسى حتى واحد، وإن شاء الله سيد أحمد تعيد بإذن الله العام الجاي، تعيد بالبرومبين وإن شاء الله، ربي إن شاء الله يجيب الخير إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك زميلي. بلغوا سلام لكل الطاقم التقني والفني والصحفيين وكل من صغيرهم إلى كبيرهم إلى طاقم جير نيوز، وشكر جزيل 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 كبير كبير لكل عمال دير نيوز، ربي يحفظكم وان شاء الله في امان الله، في ربي يحفظكم ان شاء الله ويوفقكم. شكرا لك، بارك الله فيك الله. طارق حسست في كلامه عاطفة جياشة. طارق شكرا جزيلا لك زميلي. نرجع لك اسيا، في البرامج الإذاعية الخاصة بالصحة هناك العديد من الحصص مثل هذه الفقرة، تفاعل مع الناس حتى يصلهم تصلهم الرسالة، رسالة السليمة والمؤثرة أيضا، هل في الإذاعة تفضلي أنه النقاش مع الطبيب مع الدكتور يكون نقاش سهل كما مع دكتور مناشن، ولا لا لازم نبقوا في ذيك الأكاديمية في ذيك الرتابة أسيا؟ بكاش أنا نفضل طريقة دكتور بنياشن، هو لأن الرسالة تلحق بالخف، يعرف كيفاش يكومينيكي مع المستمعين والمستمعات، وفي الحصه تاعو كاين بزاف الاتصالات، تحس بلي الناس على المباشر راهي تتبع تتفاعل معاه، بيان سو كاين تفاعل كبير من طرف المستمعين، وفوالا والرساله تاعو تلحق. يعني انت تفضلي انه البرامج الخاصه بالصحه العموميه تكون بهذه الطريقه، تكون بهذه الطريقه دي ما ممكن البهجه، نحن نتعاملوا في التنشيط كروت بهذه الطريقه. صح صح، يلا دكتور لازم نفهموا بان الوضعيه، انا راني نتكلم للمواطنين، مانيش في ملتقى علمي مع الزملاء، هذه اللي الزملاء ما حبوش يتفاهموا، الدكتور يبسط يعطيك الصحه، يكون فيه تبسيط، ما راكش في ملتقى علمي هذاك الوقت، كلام تقني وكلام، ولكن هنا لا، وحاجه لازم تكون عندك المعلومه الدقيقه، ولازم توصلها تردها تعرض للمواطنين به يقبلوها. يلا اسمع زيدو نكملوا. نعم، من قلبك المخرج اسامه يعطينا النغمه تاع العيد باش نحسوا شويه انا بالصبح تحوس على الاجواء تاع العيد. نعم دكتور، تكلمنا على الاكل بسرعه، الان نتكلموا على اكثر من الاكل، اكثر اكل اللحم، اكثر اكل الشحم، اضراره على صحه البدن، خصوصا اللي يعانوا ضغط الدم وربما كوليسترول غير ذلك. شوفي كل خطره الاسئله تاعك والله العظيم لازم ملفات، كل في اسئله لازم نحلوا ملفات. اولا الكميه تاع الاكل لازمنا نعرفوا، لازم ندخلوها في العادات تاعنا، باننا عندنا احتياجات، عندنا احتياجات. هنا نجاوب بعض من الناس يقول لك شحال واحد قال لي دكتور باش نحب تقطعنا ناكلوا اللحم خطره في العام، وراهي خطره في العام، راك تاكل اللحم طول العام، لماذا؟ هو حسب اللحم غير تاع اللحم، الكاشير ما راكش تاكل، لي باتي ماكوش تاكلو، البيض الدجاج ما تاكل طول العام، يعني شوف الكميه، الكميه تاع هذه المواد اللي راهي تتراكم، وزيد ما راك تقوم حتى حركه جسديه، ما راك تقوم حتى رياضه. وحاجه اخرى لازمنا نفهموا باللي الانسان كي خلقه الله خلق له احتياجات محدده، احتياجات بروتينات الدهون والسكريات. على ذكر فقط البروتينات دكتور، الانسان في ايام العيد، ايام بعد العيد يقعد يتناول اللحم فقط، اللحم فقط، الاستغناء عن المواد الاخرى مثل الفواكه والفيتامينات غير ذلك، تاثيرته على صحه الانسان، ها هو الكفاح، هل ممكن ان يصاب الانسان في تلك الفتره بمرض ما لا سمح الله؟ كاين اللي مرض مباشره لان تعمري المعده تاعك، وحاجه كي تتعمر تدفق، احنا كي نوليو نتقيا ولا عندنا لا دياري، الدات تاعنا راهي ترفض، هذه فيزيولوجيا طبيعيه. كيف الروجي يعني واشك، مانيش قربه على هذاك الشيء اللي الناس يروحوا يجريو للاسعافات.
ثانيا لازم نفهموا بان عندنا احتياجات تاع مواد مختلفه، مواد غذائيه متنوعه. لازم كما وشوفي بكري يعني احنا فقدناها، كانوا مثلا يوم العيد ولا نهار ياكلوا اللحم، ياكلوا معها البصل، ياكلوا معها الخضره. الحكمه في ذلك دكتور؟ هنايا كاين بعض المواد كما البصل فيه بعض المادة كيميائية كي تدخل الجهاز الهضمي راهي تسهل للهضم. يعني الوقت قصير ما عندنا، ولكن لازم ناكلوا الخضرة معاه. لماذا ناكلوا الخضرة؟ اللي فيها الأرياف، وكاين الأرياف عندهم دور الامتصاص، امتصاص مثلا البروتينات تاع اللحم تتعطل، يعني ما تجوش بفيه، ورانا نخفوا دائما كمية لازم معتبرة، يعني ما تكونش قوية. واللحم هذه نعطيكم معلومة، اللحم الهضم تاعو يجوز في الجهاز الكلى، وهذوك الجهاز الكلى لما الكمية تفوت اللوازم الاحتياجات راه يخرج واحد المادة سامة يعيطوا لها لاسيد يوريك. هذه لاسيد يوريك بدات تنتشر في الجزائر بهذيك لا مالادي لا غوت اللي رجله تنتفخ كثرة اللحم، من كثرة اللحم العروق يتبوشوا، هذه اللي عندها أهمية. وكاين مرض اخر. اسمح لي دكتور، هل يمكن ان يصاب الفرد بهذا المرض فتره هذه تاع 3 ايام 4 ايام 5 ايام؟ راك اسمحوا لي نستعمل، معليش الدرجه، راك الدوزي داتك الدوزيها باللحوم، يعني في امكانيه الاصابه بهذا المرض بيان سير تدريجيا. مرض الملوك، يسموه مرض الملوك. مرض الملوك يعطيك الصحه، لا مالادي دي ريش. وحاجه اخرى هنا كنت راح نقول لكم نعتذر يوم العيد الفرح واني نهضر على المرض، لا الذات تاعنا الصحه تاعنا ما تعرفش يوم العيد ولا ماشي يوم العيد ولا وسط العام ولا كاين، الله كي خلقنا في احسن تقويم اذا ما نحترموهاش رانا عيد ولا ماشي عيد رانا. كاين مرض اخر اللي خطير بدا ينتشر في الجزائر، هو الكبد اللي يتعمر بالشحم، يصير ستياتوز دي فروا، هذيك تدريجيا الكبد تاعنا ينغم وما يقومش بالعمل تاعو. ولكن نهار اللي الكبد اللي هو عضو اساسي اساسي في ذات الانسان هذاك الوقت ندخلوا في حكايات واحد اخرين. جيد اسيا عندنا سميه من بوسعاده استقبل المكالمه. سميه صحايدك، مرحبا بك على جزائر نيوز وجزائر تي في. جزائر تي في فوالا، مرحبا بك. هل انت في استماع سميه؟ سلام سميه، مرحبا بك. راكي تسمعي فينا سميه؟ مرحبا بك يا عيسك، صحة عيدكم. عيد مبارك سمية. من بوسعادة. من بوسعادة، وشلون بوسعادة سمية؟ والله غير لاباس، واش راكم انتوما؟ الحمد لله. كيفاش أجواء العيد عندكم سمية؟ راكم منورين الله يبارك. منورين بكم بحضوركم. يا عيسك. تفضلي عندك تهاني سمية، تفضلي. حبيت نقدم تحياتي بمناسبة العيد مبارك تكون من أمي وأبي وعائلتي خالتي وخواتاتي صحاباتي وبناتي يقراوا معايا والولاد. قدم تحياتي ثاني لطفي في راسي استماع. نعم سمية، أنا نشط بلاستيك سيد حميد. لأنه الناس والفوك خاصة كانت عندك حصة أهداءات في الماضي. نعم الناس والفو صوت تاعك هذيك خليتك أنت عليه. شكرا الله يخليك سمية، تاخذي هذا الاتصال باش ترتاح. فوالا سي بون تي ريبيري. نعم تري بيان اسيا. تشوفي انه نعاودوا نرجعوا للحصص الخاصه بالصحه، صحه المواطن. تشوفي انه المواطن عنده ثقه في المعلومات اللي تقدمهم مثل هذه البرامج، والمواطن لا ماذا به يروح للطبيب وما يسمعش هذه الحصص. انا نقول لك بلي تجربتي في اذاعه البهجه، المواطن عنده ثقه كبيره في البرامج اللي تمر على ويسمعوها على امواج اذاعه البهجه، خاصه بما يخص الصحه والنصائح. عندهم ثقه كبيره ويتبعوها، وكل مره يكلمونا على الخط الداخلي يحبوا يعرفوا يدوا رقم الهاتف تاع الدكتور باش يروحوا لك، فاش يحبوا ينصحهم. يتبعوا بزاف الناس، يديروا بزاف ثقه في الاعلام. نعم. فقط نطلب نصيحه من اسيا. اسيا في حاله ما على باليش الا اتصلوا بك وقالوا لك وجهنا نداءات، وبعض الحالات ربما ما باش الا جازوا معاك حالات صحيه، كيفاش درتي باش ما تاثرتيش بهذيك الحالات؟ انا ما نديرش هاد النوع من الحصص، نتاثر بزاف
عباك البارح سيد احمد نحكي لك هذه الاول مره يدوز معايا البارح امام فيما يخص وقوف عرفه هذاك اليوم العظيم في السنه هذاك اليوم مبارك كي كان يهضر معايا الامام تر متاثرت كي كان يشوف فيا وانا هكا دابا يحبطوا لي ما قدرتش جوبوفي با ميتريزي مي الله غير بنات شوي تري سنسيبل عندي بزاف خاصك كنكون في التلفزيون ندير ديكان وهذا هذه الميزه هذه هي تخلي الناس يحسوا بك فوالا بزاف نحس بزاف يلا تفضل تفضل دكتور هذا الحالات تاع المواطنين اللي يدخلوا انا لازم ما ناخذهاش من الجانب العاطفي ولكن هي معلومات حول الوضعية الصحية في الميدان صح هذه العنصر تاع الواقعية والواقع هو الميدان كي يجي لك واحد في الاخر انا اسمحوا لي عندي حصه في انتك تهدر اسمح لي تهدر كدكتور ايه المعادله هذه مازال ما حليناهاش دكتور ماشي كمنسانيه عند الطبيب تكلمنا معنا سيده شوفي واش طبيب قلب قاسي قال ماشي قلب قاسي لما واحد يتجه لك يطلبك انت ماشي انت لي خويا وكذا راهو يستنى فيك تصيب له حل الو لا طبيب يعنق ويبوس هذيك حاجه ولكن احسن وظيفه اللي نترجوها هو تجيب له حل الوضعيه تاعو وهذا اللي يدخلون الحاله يبدا يقول لك انا خصت ورحت وجيت وكذا انا نطلب عندي حصه في اذاعه بومرداس انا نطلب مباشره اي مسؤول تاع هذيك المنطقه ولا كش حاجه يدخل مسؤول بسيط ما يلزمناش نخمو مسؤول كذا مثلا الاستقبال مثلا هذه طمن هذاك المواطن بان يرتاح اسمع اذن سمعاته هاي وين لازم نفهمه ومن بعد لازم الطبيب يكون مهني لان هذا ماشي ملف واسمك هذا ماشي ملف ندرسه ونحطه هذه حياته في بعض الاحيان يكون ولا سيدي احمد نعم اسمع كي يكون واحد مريض يروح عند طبيب يدخل الكابيني ديالو تجي غير الدكتور بدا يهضر معاه الميالاز يحس بالشفاء ينسى المرض بالك حتى ينسى يقول لك اني مريض ديجا هذاك اللي وجالي يكون عنده يروح له غير طريقه الطبيب كيفاش يكون حتى في لو كيسيونال اللي يديروه انتم فرد العالم تاع النفس يشرح النفس وكلش يعيطوا لها بالفرنساوي انا بسيكاناليز هي معروفه وكلش ولكن في الاصل كيف سمى هذه طريقه العلاج سماها بالانجليزيه تولكينج كيور يعني لا كير تعالج بالتولكينج بالهضره ويا للاسف حنا التكوين الان تاع الاطباء راهو مديور الا وفقط الطب العلاجي مرض يسكن كيما نعطيلو الدواء هذا ما دكتور لو نتكلموا الان عن الوعي في الاكل مثلا كنت تكلمت لنا في عده اعداد من الف صحه تكلمت لنا على اللحم الكميه تاعو كنت تكلمت لنا على الكميه اللي لازم ناكلوها نعطيها لك ثواني وكنت تكلمت لنا على الشواء وحنا نعرفوا ان الشواء يتطلب وضع كميه كبيره من السم الابيض اللي هو الملح لو تكلمنا على هذه الخلطه اللي قلت عليها سامه ومصابطين هذه الخلطه تاعك انت اللي راهي بينا واسمها قوه ذلك يا حبيبي صح الناس كاع خصوصا في ايام الاعياد راهم ياكلوا فيها يعطيك الصحه الكميه تاع اللحوم من طرف المنظمه الدوليه للصحه تقول بان لازمنا 300 غرام لحم في الاسبوع 300 غرام دو فيون في الاسبوع واحده اثنين من اخطر اللحوم هي اللحم الغلمي اللحم هذه تاع الكبش هذه ثانيا كاين في خاطر كاين خاطر اخر في الخاطر ساكن خاطر هما اللي لا اللي يعيطوا لهم لي زابا يقولوا لهم الكبده القلب الدواره المخ اللسان كاع هادو لان داير شت كي نطيبوا الزليف يخرجوا هذيك الدهون هذوك تتكمش ثانيا الكمية قلت لك عليها زيدي الشواء المادة تكلمت لنا على المادة اللي هذيك اللي تحمر فوق يا للأسف هذه التربية الصحية والإعلام أنا كنصيب نحل قناة خاصة بالطب ولكن للطب التربية الصحية هذا ما كان كي احنا نحطوا اللحمة فوق النار فوق الجمر درسوا
هذاك اللي الريحه تجيب لنا الشهيه نشموا الريحه الشهيه، هذيك الشحم كي يسخن يطيح فوق الجمر. الجمر درجه الحراره تاعو مرتفعه 1500 ولا 2000 دغري، كي يطيح هذاك الشحم راه بسبب الحراره راه يتغير يولي ماده اخرى، يعاود يطلع هذاك الفار، يعاود يتلصق في الحم هذيك ماده سرطانية. ثانيك مسرطينة. ثانيك كاين طريقة تجهيز الطبخ تاع اللحوم، لما يكون كونتاكت مباشر راهو يصرى الحريق، نصيبو كحل، نصيبو هذوك التخشات، حنا نقولو مرعوب ماشي مرعوب، التخشات كحل هذوك مسرطنة، هذاك في اباز دو كربون، وهذاك الكربون اللي نسرطوه هذاك يجي مسرطن. راكي تشوفي بان درسوا احسن مرحله تهيئ. دكتور لو سمحي لي هذه النقطه احسن هي تاع جدودنا، نفوروا اللحم وندردروا فوقه القلب. ربما بعض الجزائريين ما همش يوافقوا كي قال لك انا دكتور القرفة صابوا فيها فايدة كبيرة انها تعطي ذوق الاخر، وصابوها بان في المستقبل ذوك يبانوا هذو يتاكدوا هذا الدراسة فيها فوائد كبيرة، تنقص السكر وكمية اسمنا هذا عليها 300 غرام سيد احمد، احنا 300 غرام تاع الحل في الاسبوع هما راهم ياكلوها في نص نهار في وجبة واحدة 300 كيلو. لا راكي تشوفي هذه المعلومات لازم تدريجين يدخلوا في عندي الصحه العموميه دكتور. دكتور في حال حدوث المضاعفات، التهاب المعده، تعرق، غير ذلك، واش ننصحوا الجزائريين راهم يشاهدوا فينا، واش ننصحوهم يديروا كرد فعل اولي قبل التوجه للطبيب؟ طبعا هنالك البعض يقول لك لازم ياكلوا ربما ياغورت باش يغلفوا ربما المعده باش يقلصوا من تلك من تركيز العصاره الهاضمه ربما راهي غمقت حيراتك دكتور. لا هي قضيه كميه، كي نسيب روحي ماشي مليح، قضيه كميه موجوده في المعده. والمعده حيه عندها علاقات مع المخ، عندنا عروق، هما اللي دائما داتنا نهار اللي يولي العرق وكلش. انا ما نقولش يريحوا، لازم يريح شويه، يحبس الاكل وما يشربليش تيزانه ولا غبره بيضه ولا حنتيت ولا زعتر ولا ما زيتش كيما نقول كيه على كيه. يقول لك نشربوا الشيح. الشيح وهذو لا. وهل في مواد ممكن يشربها الفرد باش يلطف يخفف من تركيز العصاره؟ يحبس اول الماكله، ماشي اول حاجه يحبس الماكله. اول حاجه يحبس ما هنا نعطيكم في التاريخ. كانوا اليونان يديروا حفلات والاكل يجيبوا الاخر، بصح هما كانوا ياكلوا فوق هكا مضروب هكا، يعني هاهي هنا المائده هو يتكسر لهنا، كي يحس روحه هكا يدور من هذه الجهه ويقيي روحه، هذه ثابته دليل لهم في التاريخ بيقيي روحه. هي اللي يقيي روحه مليحه، بصح نتفاهموا ما يلزمش روحه غير ولا خاتين ربما تنجرح المعدة فيها خطورة، مش يحوس يقيه. قضية لازم نفهموها باللي كمية كلي انت يجي ويحطوا لك فوق كتافك 50 كيلو، نفس الشيء هذه هي الوضعية اللي راح تعيشها المعدة تاعنا، تتعب وما ما نزيدوش كان الحموضيات وكلش هذوك الاخر ماشي نزيدوها. كاين يزيد القارص، كاين يزيد القارص، كاين اللي ياكل الخل، كاين اللي يشرب الخل. القارص مليح دكتور مليح ولكن ماشي في هذه الوضعيه، ماهوش راح يرقع الغلطات اللي درتيهم، الغلطات الغذائيه اللي درتيهم. هو لازم الانسان يسيطر على نفسه. يلا يعني ما تحدث الازمه دكتور، يحبس الماكله واش يزيد يدير؟ يقعد يشوف اولا لا يكون عنده مرض مزمن ولا ارتفاع الضغط الدموي ولا، هو الافضل اللي يقلب لاتونسيون تاعو، وفيها ممكن فيها خطوره، لان هل راح تكون عنده جلطه دماغيه، سقطه قلبيه، يعني الانسان ما يلعبش، متشعبه ومترابطه فيما بين، يعطيك الصحه دكتور. هي الوقايه واحد يتفادى ما ياكلش اللحم، ياكل النهار الاول ثاني بعد الاقل يخفف اسبوع كامل ما يجيش ياكلو. اسيا قلت لك باللي عندنا احتياجات ولازم تكون متنوعه، ماشي نطيح على من الكبده، من القلب، من العصبان،
ونقول من بعد راني مانيش مليح. كيفاش نشوف فيك كيفاش نشوف فيه غول؟ نعم نتفاهموا. البشر هو اللي غول، تصرف البشر هو اللي غول. ما الكبش قبيله كانت سرا، الكبش ما في الذبيحه تاعو راهي رمز طاعه لله وحب لله. صح وعلى كاين هاي على كاين العيد الاضحى، ماشي الزرده تاع اللحم. نتمنى من الله عز وجل يتقبل منا. في نقطة أخيرة دكتور فقط مهمة جدا، البعض يعاني من الآلام على مستوى المعدة، يتوجه للمستشفيات وقاعات الاستعجالات، ما يعرفش هل المعاناة تاعه في المعدة أم في المضارة، خصوصا آلام المضارة. على ربما طبيب ما يقولش للطبيب، الطبيب يحق أنه حقنة تنفجر المضارة. هنا يا نقولها الوخدة تاع الإسعافات في الجزائر، الوخدة هي حقنة ونضح بس لي بجع وقع. لا، حتى المواطن ما يعرفش الآلام بالضبط وانا هي جاية. لازم تديري تشخيص، ممكن تكون عنده أبنديسيت، لازم الأبنديسيت تتحس بها كليت وكذا، وهي تكون أبنديسيت ممكن تكون عندها المرارة، المرارة والآلم تاع المرارة عنده الخصوصية تاعه. هاكي تشوفي باللي ماشي مباشرة ندير لك حقنة وتربح. نو لازم تشخيص ونتحدث مع مثل المرارة عندها الخصوصيات تاع الألم، يقولوا لها امبروتال دايرة منها. والخوف أكبر خوف لو كان تكون وضعية تاع جراحة ودي لها تشكا وتروح. أنا حكيت لك مثلا كيما لابنديسيت وصا، ما نستهزل، ما لازمش الطبيب يتأثر، حتى الفرد لازم يعرف الألم وين هي جاية ويقول للطبيب تاعو وين جاية الألم. هذا الطبيب لازم يتكلم مع المريض تاعو، وكاين حاجات اللي ما نزمش نتأثر كلا بزاف وكلا كلا. لا بالك حاجة ما عندهاش علاقة، ولكن المخ تاعي يتركز على هذا الشيء وهي قضية أخرى. دكتور فتحي بن عاشنهور، نعم الغد إن شاء الله، إن شاء الله تخلي لي وقت للإهداءات. دكتور نشكرك، نوبتنا أسيا، نوبتنا، يعطيك الصحة سيد أحمد. إهداءاتي للوالد العزيز إن شاء الله، تمنى له عمر مديد، كان عيد ميلاده أول أمس، ربي يطول في عمره إن شاء الله. هو الأم ديالي صالحة، أختي مريم، سارة قائمة تطول، خويا طارق، زوجة تاعو صابرينا، إسحاق، مهدي، شيمة، خليل، باش قاع ما يزعفوش عليا، بلال، محمد، وجميع العائلة، صديقتي ابتسام وناسيم، عيدكم مبارك، يعطيكم الصحة. دكتور نخلوك تنقدم تحياتك. أنا شوف قلت لكم عيد مبارك، وما لازمناش نخطيو الطريق المعنى الأساسية والرمزية تاع هذا العيد الأضحى، وإن شاء الله نتمنى صحة جيدة والناس يتكاكاو إن شاء الله. إن شاء الله كما يقولوا الوقاية خير من العلاج، الوقاية من العلاج تكون في التطبيق في الميدان إن شاء الله. ونحيي الزملاء تاعي أطباء وممرضين والقبيلات اللي راهم يخدموا، اما المنوره اليوم يخدموا، نحييهم. سي با فاسيل لو جور دو لايد كما نقولها. نعم ايضا تعودنا سيدي احمد. اسيا خلوك ايضا تقدمي تهانيك بالنسبه للعيد صوتا وصورا. نقدم تهاني كل فرقه الجزائر نيوز وجزائر تي في الى كل زملائي باذاعه البهجه، على راسهم مسؤول اذاعه البهجه وسيدي علي بدين، نحييه، نحيي زميلتي جميله بن كوار ما ننساهاش، نحيي كل عائلة فضيل كبير وصغير من نوفي من ياس. هادي وصفا كوجادا عمر إسلام عمر إسلام واش كنت أنا سعيد. فوالا شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. نسيت سيد أحمد. نعم ماما كوجادا. يلا هذا أيضا نوجه لها تحية. أسيا فضيل المقدمة برنامج إذاعة البهجة، شكرا جزيلا لك. دكتور بن عاشن هو أيضا أسماء اللقاء سيجدد إن شاء الله في عدد وتقاليد الأعراس الجزائرية إن شاء الله بحول الله. شكرا جزيلا لكم، إذا تقبلوا تحياتي وتحية كل الفريق التقني والصحفي العامل معي اليوم على رأسهم أسامة قاسم، يغرط أيت مهوب، سونيا عزاز، أمينة خلفون، سارة، مراد، وحنان تلمساني، تقدم تحياتها لكل عائلتها. أنا أيضا باسمي نقدم تحياتي لكل عائلتي والكل من تعلق به. نجدد لقاءنا بكم بحول الله في مواعيد مقبلة تجمعنا الابتسامة، تجمعنا الفرحة، تجمعنا السعادة، تجمعنا زير تي في وزير نيوز. صح عيدكم، إلى اللقاء.